صحيفة جيروزاليم بوست العبرية نشرت تقرير حوالين استطلاع رأي وصفته بالصادم لأنه أظهر رغبة غالبية الشباب الأمريكي في زوال إسرائيل. استطلاع الرأي اللي أجراه معهد هاريس ومركز الدراسات السياسية الأمريكية بجامعة هارفارد شمل 2000 شخص من شرائح عمرية مختلفة، وأظهر أنه 51% من فئة الشباب شايفين أن حل الصراع في فلسطين هو إنهاء الاحتلال وتفكيك دولة إسرائيل. ده بالإضافة لأن 31% من اللي شملهم الاستطلاع رأيهم أنه إسرائيل ملهاش حق في الوجود أصلاً، و 32% أيدوا إقامة دولة فلسطينية. وبحسب نفس الاستطلاع ففي حوالي 60% من الشباب الأمريكي شايفين أن معركة 7 أكتوبر مبررة، وأن الظلم اللي بيتعرض له الفلسطينيين هو السبب الرئيسي في وجود المقاومة. ونفس النسبة دي تقريباً رأيهم أنه اللي بيعمله الاحتلال في غزة هو إبادة جماعية مش دفاع عن النفس زي ما إسرائيل بتدعي. بشكل عام كل الدراسات اللي اتعملت في أمريكا خلال الفترات اللي فاتت واللي سبقت حتى 7 أكتوبر أظهرت أنه الجيل الجديد أو ما يطلق عليه جينيريشن زي أقل تعاطفاً مع دولة الاحتلال، وعندهم شك دائم في السردية والرواية الإسرائيلية. وده اللي أكده استطلاع رأي أجرته مؤسسة جالوب في شهر مارس اللي فات، يعني قبل الحرب بسبع شهور. أظهر أنه 38% بس من الشباب مواليد الفترة ما بين 1980 ل2000 بيتعاطفوا مع دولة الاحتلال، مقابل 49% منهم متعاطفين مع القضية الفلسطينية. الأرقام دي بتأكد أن الاحتلال بيواجه خطر عزلة دولية وتراجع في شعبيته وسط المجتمعات الغربية على المدى البعيد، وده اللي ممكن يساهم في تفكيكه مع استمرار وتصاعد حركات المقاومة ضده زي ما حصل لنظام الأبرتايد أو الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.